أستاذ بلال، إزاي مصر قدرت إن هي من خلال عمليات الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة في إن هي تقوم بمساندة دعم إخواتنا في قطاع غزة، خصوصا مع ضرورة هذا الأمر أصبح يعني أمر لا غنى عنه أتصور بالنسبة خصوصا لمن يقطنوا في شمال قطاع غزة؟ يمكن إحنا كصحفيين إحنا بنتفاجئ بما تقوم به مصر لمساعدة القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء في قطاع غزة. يعني على مدار 162 يوم الماضية مصر عندها الكثير لمساندة القضية الفلسطينية. احنا في البداية مصر كانت صاحبة المبادرة بعمل وإقامة مؤتمر القاهرة للسلام. احنا اتفاجئنا ان مصر بتدعم الأشقاء في قطاع غزة، بترفض الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتدين قتل المدنيين خاصة الأطفال والسيدات وكبار السن. بعد كده كان رئيس عبد الفتاح السيسي في استاد القاهرة تحت عنوان مصر وفلسطين إيد واحدة. فإحنا بنقول إن لن نترك القضية الفلسطينية. بعد كده فوجئنا بالدولة المصرية تتحرك خارجيا لأكثر منها من مساندة للقضية الفلسطينية، ولكن أيضا لفتح الاعتداءات الإسرائيلية. تحركت مصر في محكمة العدل الدولية وكانت مرافعة هائلة جدا، حصلت هزة في المجتمع الدولي كله، لأن مصر تقول أن القانون الدولي لابد أن يتم تنفيذه على الجميع. القانون الدولي الإنساني في خطر. فمصر عندها أوراق ضغط كتير جدا، وبالتالي مصر لما برضو فاجأتنا القيادة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمليات الإسقاط الجوي كانت مفاجأة لينا، وكان تصرف أيضا لمساندة القضية الفلسطينية والأشقاء في فلسطين في قطاع غزة. المساعدات دي لم تنتهي، شايفين مساعدات كثيرة جدا مرت من معبر رفح. مصر أنشأت منطقة لوجستية عشان الشاحنات كتيرة جدا جدا تنتظر. إذا سمحت لنا أستاذ بلال، لأن بالنسبة للحديث عن المساعدات هناك عدد من عناوين أيضا يتناول هذا الموضوع، ممكن نستعرضها مع حضرتك. من جريدة الأخبار بتقول غزة تموت جوعا وأوبن أرمز تفرغ حمولتها بالكامل في القطاع. عنوان آخر من جريدة اليوم السابع، جسر إنساني جديد من مصر لغزة لنقل وجبات إفطار وسحور طازجة لأهالي القطاع يوميا. السفينة أوبن أرمز هي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص. هل بتمثل من وجهة نظر حضرتك بصيص أمل في ظل معاناة أهل القطاع؟ حضرتك لسه بتتحدث عن الجهود المصرية والدولية المستمرة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وتحديدا الجهود المصرية أستاذ بلال. إن شاء الله بعد الجهود اللي مصر بتبذلها هنرد على العنوان ونقول إن قطاع غزة وأهالي قطاع غزة لن يموتوا جوعا. ليه؟ لأن مصر بتقدم مساعدات إنزال جوي وبتقدم وجبات إفطار ووجبات سحور جاهزة. مصر كل المساعدات قدمتها لقطاع غزة. مصر لولا مصر لانتهت القضية الفلسطينية. احنا بنقول الكلام ده برضو لمن لا يعتبر، لمن لا يقدر الدور المصري. احنا بنقول له ان لولا مصر لانتهت القضية الفلسطينية. لولا وقوف الرئيس عبد الفتاح السيسي امام دول كبرى جدا، لان طبعا احنا شايفين ان اسرائيل يتم دعمها ومساندتها ماليا وتسليحا وحتى في المنظمات الدولية، وشايفين طبعا حق الفيتو بيتم اعلانه علنا اكثر من 8 مرات حتى الان. وبالتالي احنا بنقول ان مصر تقف مساندة القضية الفلسطينية، وأن الجهود المصرية لم تتوقف. يمكن الجهود الأخيرة اللي مصر قدمتها في مساندة الأشقاء في قطاع غزة تحديدا، مجموعة من الخيام، مجموعة من الإنزال الجوي بما تتطلبه الأطفال، خاصة احنا عارفين حتى الأمم المتحدة طلعت بيان يعني لازم العالم ينتفض من أجل ما يحدث في قطاع غزة من اعتداءات. الأطفال يموتون من مش موجود أمصال للأطفال، مش موجود لبن أطفال. السيدات حتى يعني في المواليد الجدد يعني الستات صحتهم يعني خير قادرين. مش ممكن. بيان الأمم المتحدة أنا قريته جوتيرش من يومين، أنا شايف أن العالم لابد أن ينتفض مثل الانتفاضة المصرية.
مصر تنطار في جبين الإنسانية كما ذكر المتحدث المصري أو المندوب المصري الدائم إلى الأمم المتحدة أستاذ بلال يوم أمس، ويعني نأمل أن يحرك هذا الأمر يعني زي ما حضرتك ذكرت، لو بنتحدث عن القانون الدولي، لو بنتحدث عن القانون الإنساني حتى، لابد أن يكون هناك حراك مختلف عما يحدث حاليا يا أستاذ بلال.